مشاهدي البوابة نيوز بمحافظة كفر الشيخ، نحن الآن أمام مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، حيث قتل أحد الطلاب وهو في الصف الثاني الثانوي أثناء خروجه من إحدى المناطق بمدينة كفر الشيخ، وتحديدا منطقة نابولي أو دوران 47 بشرق مدينة كفر الشيخ. هذا الطالب عمره 18 سنة، قتل على يد ثلاثة من زملائه بسبب التنمر وبسبب أقل ما يقال عنه أنه سبب واهي. كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان لا يعرف المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. هذا الزمان نشاهده الآن في وقائع نعتبرها وقائع ضعيفة أو لا ترقى أسبابها إلى مرتبة أن يتم قتل شاب في مقتبل العمر في الصف الثاني الثانوي. هذا الشاب من أبناء منطقة ميت علواء، هيحكي لنا أحد زملائه الواقع. اسم حضرتك إيه؟ اسمي عبد الرحمن. علي صوتك شوية. اسمي عبد الرحمن سو. إيه اللي حصل بالظبط يا عبد الرحمن؟ اللي حصل إن هو اللي كان اللي مات. أيوه علي صوتك. كان ماشي كان بيهزر مع واحد قريب. تمام. اللي مات ده اسمه إيه؟ اسمه طارق. إبراهيم طارق. ابراهيم طارق. اي ابراهيم طارق من مين تلواء؟ وبعدين فكان انت كنت واقف ساعتها اللي موته؟ فكان اللي موته ماشي فقام جاي ايه خبطه في رجليه عشان تنمر يعني كده. ايه ليه بقى؟ عشان يضحك عليه. كان بيعاني من حاجه بس؟ هو لا، اللي هو ابراهيم ده كان طيب شويه، اللي هو كان مألوف مع بيهزر مع كله بيتكلم مع كله. عنده كهربا زياده زي ما انت بتقول؟ لا مش عنده كهربا زياده، اللي هو كان طيب زياده عن اللزوم. تمام. وبعدين اللي حصل؟ وبعدين فقام بيتخانق معاه وكده، فكسر ازازه وراح واقف قدامه، فبيقول له عورك عورك، فالتاني ايه ما استناش قام جاي كسر ازازه وقام جاي جاب معوره في رقبته. كان عم جاي ماسك رقبته وطلع يجري. نزل دم كتير بقى. نزل دم كتير وطلع يجري وقام جاي واقع في الارض. واقع في الارض بعد ما مشي حوالي 10 متر او 11 متر. كان بياخد درس فين بالظبط؟ في ثانية ثانوي؟ هو في ثانية. وبعدين اللي حصل؟ بس خلاص بقى صفى دمه. يعني ما كانش فيه سبب قوي ان هو يقتله. لا. ما كانش فيه خلافات سابقة. لا. هي وقع نتج عنها خناقه مشدده، حصل خناقه. معلش فكرنا تاني بالواقع عشان الناس اللي ما سمعتناش، ايه اللي حصل؟ اللي ميت اسمه ايه؟ المقتول اسمه ابراهيم طارق. ابراهيم طارق عطيه. من منطقه ايه؟ ميت علواء. طيب احنا دلوقتي بنكلم الساده المشاهدين البوابة نيوز، احنا امام مشروحة مستشفى كفر الشيخ العام في الخلفيه كما تشاهدون، حيث يتم الآن الاستعداد لإجراءات تشريح الجثمان من قبل النيابة العامة بكفر الشيخ، وتم فرض كردون أمني حول مستشفى كفر الشيخ العام بعد واقعة مقتل الطالب إبراهيم رمضان عطية. إبراهيم طارق عطية. إبراهيم طارق عطية من منطقة ميت علوان التابعة لمدينة كفر الشيخ، على يد واحد أو اثنين من زمايله ولا ثلاثة زي ما بيقولوا. بس هو الأقوال اللي عندنا إن المباحث قبضت على ثلاث طلاب في الصف الثاني الثانوي. الثلاثة كانوا اثنين ماشيين مع الموت. أي الواقعة زي ما بيحكيها زمايله، بيقول إن هي وقعت، كانت وقعة تنمر على الطالب القتيل، حيث انه كان ايه اللي حصل له؟ كان بيعاني من حاجه ولا هو كان طيب شويه؟ كان بيحب الهزار وطيب. بيهزر معاه، فمش عايز. أي. مش عاجبه الهزار ده. تمام. فقام بيتخانق معاه. فقام جاي تاني جاي الواد كسر ازازه. واقف قدامه عورك عورك، فالتاني اللي موته قام جاي كسر ازازه وقام جاي معورك. موته طلع يجري خبطه في رقبته. في المباحث بتقول ان الجرح القطعي بطول 25 سم في الرقبه، ده من رقبه ازازه. من رقبه ازازه مش من مطوه. لا كسر رقبه الازازه وعملها. ايوه. الطالب المقتول ده معروف ان هو هادي وطيب وفي حاله، ولم يكن الخلاف او الواقعه تستدعي القتل. طيب لما وقع مات في ساعتها؟ لا
أم لما تعور جرى وبعدين وقع عادي فرفش شوية كده وبعدين شلناه ودينا جبنا المستشفى. أنتوا اللي ودتوه ولا الأسعاف؟ لا إحنا اللي وديناه، الأسعاف ما جاتش. بس وصل كان مقتول ميت؟ لا ما دخل أوضة العمليات، لما دخل كده يعني وصل العمليات ميت. وبعدين هل تم القبض على المتهمين؟ انا ما اعرفش بقى تم القبض ولا لا. تحب تقول ايه في الواقعه دي؟ يعني مثلا انت شايف ان هي ما كانتش تستدعي اللي حصل ده، ان طالب ثانوي بيتعلم وطالع ياخد درس خصوصي وبيكلف على اهله فلوس واهله بيتمنوا له مستقبل فيعود جثه هامده ويتم تشريحه الان على يد زملاء وليس يد مسجلين خط. تقول ايه في الواقع؟ اقول ان ما كانتش مستاهله يعني. بس هو برضه ما كانش قصده برضه. طيب الطلاب اللي هم قتلوا دول مشاغبين يعني مثلا؟ انا اللي هو كنت في الشغل يا دوبك في ارقام صحابي رنوا عليا قالوا لي ان هو في مش مشاغبين. مش مشاغبين هو مع 47 اصلا هنا مشاكل ياما فيها. منطقه 47 مش دي اللي المحافظ يقفلها من حوالي اسبوعين عشان كان فيها الاف الطلاب دروس خصوصيه؟ فعلا. راجع التاني المنطقه؟ راجع التاني. كان في امن هناك ساعتها؟ الامن دي خد الطلبه قبض عليهم؟ قبض عليهم بعدها يعني. بس الامن جه في ساعتها والدنيا اتقلبت، اللي هم فعلا اصحابي كلموني قالوا لي الدنيا اتقلبت هناك وكده. هيتم الدفن امتى؟ باذن الله بيقولوا الفجر. الفجر؟ لا بنفكر الساده المشاهدي البوابه نيوز بكفر الشيخ ان وقعت مقتل الطالب ابراهيم طارق عطيه. ابراهيم طارق عطيه 18 سنه قتل على يد عدد من زملائه، يقال انهم 2 أو 3 حسبما ستتضح في تحريات المباحث والتي تتم الان بشكل عاجل بمديرية أمن كفر الشيخ وباسم أول كفر الشيخ. هذا الطالب قتل بسبب تنمر عدد من زملائه عليه، حدثت مشاداة كلامية ثم انتهت إلى مشاجرة، قام أحد الطلاب الجناه بكسر زجاجة وقام بحمل رقبة الزجاجة وطعن الطالب القتيل في رقبته مما أدى إلى مقتله في الحال. الجرح القطعي في الرقبة وصل إلى 25 سنتي، أدى إلى استحالة إسعافه أو إنقاذه. نحن الآن أمام مشروعة مستشفى كفر الشيخ العام التي يتم فيها الآن التشريح والتي تقوم المباحث بتطويقه.